ومع شاعر المنوفية الكبير الزعيم الأستاذ محمد الشاذلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد علي شاذلي عضو نادي ادب اشمون وكفن. جنسية شنجل. دي جنسية شنجل. حتى على الفيسبوك فيها 100 قصيدة. منها قصيدة الرجل المعلق. ومنها قصيدة على أمير الشعراء التنحي. أيوه. قال لي هو بيقول لك بعد تأخذ. القصيدة اليتيم. جرب شوية. ودي من الفلس اللغوي. مش يعني ما بحدث وقت من لندن. أصابت يد الحق فخر الشباب وحصن الأمان بغاب الذئاب، فخافت من الليل خوف العقاب ولبت نداء العقل والحكمة. وآل الصغير إلى عمه عساه يخفف من يتمه ويطفي عليه سنى عزمه أمام الملمة والشدة. ورأس الربيب إلى راحته يقوم الأريب إلى غايته وهام الحبيب على هامته، فكيف التمتع بالخلوة. ونال من الأم طول المدى وصب إلى النجل كأس الردى، غدا استدار فتى أمردا يطيل التفكر في المحنة. وضاق به الحال بين الضباع وعاف المسير بضرب الضياع ولقم وعيش الهوان ولقم الطباع، فثار على الضيم والخسة. وهام على وجهه بالفلا ببطن خميص وكف خلا، فيرفع أناته بالملا بقلب توهج كالجمرة. إلى أن تلاقى الأسى والتعب وأمس يعاني الجوى والصغر، وبات يناجي إلها وهب ببطن الصخور غذا النملة. إلى أن تلاقى الكرى والجفون ونام الأنام وساد السكون، خلا الأم تذكر ما لا يهون فباتت تئن من الحسرة. ونادى على الزوج حر الحدق قبيل الذهول وعبر القلق، طريق السلامة في المفترق فلا شيء أغلى من الفردة. فأطرق يخلو إلى نفسه برشد تخلف عن حسه وهم يعربد في رأسه، غدا تستبان مدى الغلطة. ومر على فكره ما جنى وكيف تفجر منه العنى، فساق الربيب إلى المنحنى بقلب توهج تفرد بالغلظة. ونادى على العقل صوت يقول كفيل اليتيم حبيب الرسول، ولا البخس يخشى ولا من يعول إذا ما استفاض من الرحمة. ووصى المعلم في دعوته رموز العقيدة في حضرته بأمر اليتيم ومن عيلته يسير الطريق إلى الجنة. فقام إلى إلفه واعتذر وعاف مذاق الكرى والسهر، فجد ليرجع مهر النفر ويكفيه ما ذاق في الليلة. وعاد الأبي على ما اشتهى كنجم يفوق مدار السهى، ولم يلق بالا إلى ما انتهى، فعم السلام على الأسرة. شكرا. محمد علي الشاذلي الأشموني وكفن. الأشموني وكفن.